اوكي هاي بنات، انا النهارده هعمل فيديو الميك اب لوك بتاعتي بتاعت كل يوم. انا بس شكلي نعسانه شويه عشان لسه صاحيه، و الوقت ده وقت شم النسيم والاعياد بتاعت الوقت دوت والربيع، فاتمنى كلكم تكونوا مبسوطين وتعيدوا ومستمتعين بالوقت ده. بس انا صحيت النهارده بقى كسلانه و جست كده عدم انتخى، وهي قلت لا انا هصور فيديو افرجهم الميك اب لوك بتاعتي اللي بستخدمها الفتره اللي فاتت، لان يعني ناس كتير سالوني خصوصا الاي لاينر بتاعي اللي انا بستعمله، عشان كنت في كام فيديو اللي فاتت كان الاي لاينر محطوط بطريقه كان شكله اعتقد مصري قوي فرعوني كده، فكان كذا حد سالني عليه. انا كنت عايزه اقول لكم هو ايه عشان بس قبل ما انسى، هو انا كده كده هقوله في وسط الفيديو لما افرجه لكم، بس هو كان من بوجوا اللي هو الفلو ماستر اللي هو السليم، في كذا شكل. ده اسمه هقول لكم اسمه بالظبط عشان عايزين، اسمه الترا فاين الترا بلاك سليم ايلاينر من بورجوا، كنت جايباه من مزايا اللي في سيتي ستارز. هو دلوقتي طبعا سيتي ستارز مقفول، بس لما يفتح تقدروا تجيبوه، حلو جدا. كان هو سهل قوي قوي في الحط، دي اول ميزه ليه، وعشان كمان بيقعد شويه بس مش قوي. انا اللي خلاني اجيب بتاع نيكس اللي انا فرجته لكم في الفيديو اللي فات الهول، ان ده ابتدى يتمسح على اخر النهار، بقيت احطه ابتدى يحبب او يتمسح او يبتدي يطير كده، بتحسي ان في حاجه ان هو خف لونه بقى خفيف، بعرف على طول ان هو ابتدى يفضى، فقلت لازم اجيب واحد جديد. فجبت نيكس ده اللي لسه بجربته، استعملته كام يوم لسه ما استعملتوش كتير. وعلى فكره انا دايما بقول بتكلم اول باول على الانستجرام عن الحاجات اللي انا بجيبها ديت، عشان اعمل فيديو ببقى ساعات محتاجه ان انا يبقى في موضوع عن الفيديو، بس لو حاجه صغيره جايباها ساعات بصورها واحطها على الستوري اقول لكم رايي فيها بسرعه لو لسه بستعملها وحباها او كده. هتلاقوني دايما بقول لكم على الانستغرام، الانستغرام بتاعي ميرنز ميك اب اوفيشال، لو عايزين تروحوا هناك لو عايزين تعرفوا رايي اول باول في الحاجات اللي هي بتبقى بتكلم عنها او كده. مش بستنى ان انا اعمل فيديو فيفرتس او بقول حاجة في الفيديو فيفرت، بس لو حاجة ولا فيفرت ولا مش فيفرت يعني تفهمنا قصدي. فاعملوا لي فولو على الانستجرام وهبقى اقول لكم رايي فيه اول باول. انا لسه مجرباه كام يوم، ابتديت اكون فكرتي عنده. هو احلى حاجة ان هو بيقعد، بس ما علينا يعني مش هرغي كتير، انا عايزة ارغي جدا النهاردة مش عارفة ليه، فهخش في الفيديو على طول. اول حاجة بعملها هو ان انا بحط كريم، انا بغسل وشي وكده بحط كريم. الكريم دوت من كلينيك، كان جالي في سيت مش انا اللي اخترته، بس ده كلينيك جل. انا بحب الجل بس بحب الاصفر مش ده، اسمه دراماتيكلي ديفرنت اللي هو اللاين اللي انا بحبه، جلي انتي بولوشن ضد التلوث. على فكره انا شكلي تعبانه بس انا كويسه، بس لسه صاحيه من النوم بس فباخد شويه صغيرين على قد ما اقدر. هو دلوقتي الاول لما كان الجو شتا ما كنتش بستعمل الحاجات ديت عشان الجل وكده، عشان كان الجو فعلا محتاج مرطبات قويه جدا مع الدفاية والجو البرد وكده، بس دلوقتي الجو اتحسن جدا، الشمس طلعت النهارده بالذات الدنيا مغيمه، بس في كذا يوم كانت الشمس طلعت. ف اول حاجه بحطها كريم. قبل ما احط اي حاجه بحب احط جست حاجه تبقى بيز ما بين الفاونديشن، لو احط فاونديشن ووشي او جلدي. تاني حاجه بحطها الاس بي اف او السان سكرين بتاعي، ده من شيسيدو. في ده كريم تقيل هوريكوا شكله، وفي اللوشن. اللوشن هو اللي مشهور قوي، بس انا لما روحت لقيت ده ارخص بكتير والتاني كان خلصان وقلت اجرب دوت. بصراحه هو عيبه ان هو ابيض قوي، انا هفرجكوا شكله دلوقتي، هو ابيض قوي، فانت لو انت ما بتحبيش الشكل اللي هو بيعمل زي طبقه بيضه كده على الجلد، لو انت مثلا حاسه ان هو هيبقى شكله مغير او كده ممكن ما يعجبكيش. كمان هو تقيل جدا جدا، باودري شويه، فممكن يبقى مش مريح لكل الناس. بعد كده بحط الفاونديشن. الفاونديشن اللي بستخدمها هي من لانيج كوشن فاونديشن، تعرفين انا ايه بحب الكوشن فاونديشنز، و كنت لسه بتفرج على فيديو قديم ليا انا عارفه حاجه غريبه، بس كنت بتفرج على فيديو غريب غريب فيديو قديم ليا، وكنت الفيديو اللي هو بتاع هشتري ايه لما اسافر بره، عشان كنت عايزه اعرف ايه اللي كان في بالي ان انا كنت عايزه اجيبه. مبسوطه جدا عملت الفيديو ده، بس فكنت بتكلم عن الكوشن فاونديشنز في الفيديو ده،
بس الكوشن دي بتاعت لانيج انا كنت جايباها من سفورة، واكتشفت ان لا الدراج ستور كان فيه كوشنز حلوة و بعشرة تمن. ف انا دي لما تخلص هبقى اجيب واحدة من الدراج ستور، مش هجيب دي تاني. هي حلوة وكويسة بس كلهم زي بعض الى حد ما، مفيش منهم واحدة وحشة. فدي من ماركة اسمها لانيج، لانيج دي ماركة كوري، وهي كانت قربت تخلص فانا قلبتها، عشان كده شكلها مبهدل شوية، بس مسكت السبونج وقلبتها. هما كمان مديني ريفيل معاها كانوا بس فجست ان انا بعمل كده فيها، وبتطلع الفاونديشن. ولو انتي من النوع اللي ما بتحبيش الفاونديشن الكيكي، انا ما بحبش خالص الفاونديشن التقيل او الفاونديشن الكيكي، الفاونديشن دي حلوة خصوصا لو بتحبي الميك اب الكوري. كمان هما لونهم بحس ان لونهم حلو لان ما بيبوش حمر قوي كده، بحس ان معظم الفاونديشنز بتبقى يا اما غامقه عليا ما فيش غير لون او لونين لون بشرتي، وبيبقوا ساعات في منهم بينك. اخيرا عشان مليانه بورز وبعمل اللي هي بريسنج موفمنت كده اكتر، بحب قوي السبونجز دي. لو انتي مش عايزه لو مش عارفه تجيبي كوشن فاونديشن وعايزه نفس الافكت، ممكن تجيبي جاست السبونج دي، بتتباع في كاتف سمير ويليام 45 جنيه او حاجه، بتتباع في الحته اللي هي فيها الرفايع دي، وجست تديكي نفس الافكت. هي الفكره في السبونج جست تميل اهو. على فكره انا عامله حواربين النهارده، صحيت عملت حواربي قبل ما اعمل فيديو، واتفرجت على الفيديو بتاعي اللي فات اللي هو بتاع الحواجب ده، عشان بجد حاسه ان انا مبسوطه انا عملت الفيديو جست لنفسي، لان انا ساعات كنت بنسى خطوات ازاي اعمل حواجبي لنفسي في البيت، عشان طبعا بعملهم كل اسبوعين او كل 4 اسابيع، فما كانش عندي سيستم معين. كنت عارفه بعمل ايه جنرالي، بس ساعات بتلخبط في حته او اعمل حاجه قبل حاجه، مثلا اقص قبل ما اعمل حاجه. بس مبسوطه جدا ان انا عملتهم. بعد كده هعمل حواجبي، جست ان انا هملاهم. انا حواجبي مش مليانين كلهم، عندي الحتت اللي في النص دي ما بيطلعش فيها شعر، مش بشيله او اقصه او كده، هو ما بيطلعش اصلا، حته قرعه كده. وحتى لما كنت بعمل حواجبي في مصر مع حد او كده كانت دايما بتعلق على الموضوع ده. بس فانا جست هملاهم، انا جست بحب املا الاول من ورا، لان انا الراس عندي مليانه شعر، فما بحبش اتقلها اكتر، ده اللي بيخلي الشكل يبقى شكلك متضايقه، او جست بيخلي الشكل انتنس اكتر او اتقل. جست بحطه من ورا الفرشه ديت، سوري القلم ده افتحه فيه فرشه. القلم ده من كلارنس، ده كان جالي هديه كمان من مصر، كنت جبت لما جبت ساعة ما جبت التونر بتاعي اللي انا كنت بحبه قوي ده، هو تقريبا خلص واترمى خلاص، بس كانوا ادوني القلم ده هدية. هو اصلا اعتقد انه ايلاينر مش الحواجب، بس انا مش بستعمله كايلاينر لان كنت جايباه معايا، وكنت عايزة قلم حواجب، فبدل ما اشتري بقيت استعمله، لان انا مش بستعمل ايلاينر جوه عينيا عشان عينيا مش كبيرة، فلقيت ان انا لا هستخدمه كحواجب بالنسبة لي افيد. بس في الاخر عشان انا حاجبي دوت مربع وحاجبي دوت مش مربع، ما فيهوش الراس دي، فجست بعمل راس خفيفة كده برضو. بعد ما بعملها شايفين عملتها، بعد كده بوزعها شوية عشان ايه ما تبقاش ملحوظة يعني كده. عادة بصرح الحواجب فوق الحتت اللي انا عملتها بالباودر او بالقلم، عشان ابين ان هي شعر. طبعا احسن لو انتي عندك قلم مخصوص للحواجب، بس انا بحب استخدم الحاجه اللي عندي يعني. بعد كده هعمل حته انا مش بعملها كل يوم، بعملها لما يكون عندي وقت، او لو مثلا يعني لو عندي وقت بصراحه، او لو حاجه بعد الظهر او كده. طبعا دلوقتي ما بنزلش خالص، بس يعني بس هفرجها لكم بالمره بما ان انا بعمل تيتوريال. هحط اي شادو، الاي شادو باليت دي تقريبا الاي شادو باليت الوحيده اللي عندي هاي اند، كل اللي عندي كانوا اسنس. انتوا فاكرين كنت عملت فيديو بتاع اسنس، وهما دول الاي شادوز اللي كنت دايما بستعملها. وبعد كده مره كنت عايزه اجيب اي شادو باليت وجبت ديت، هي مش احلى اي شادو باليت يعني، انا بس حاسه ان هي الالوان اللي فيها كانت هي عجبتني فعشان كده نقيتها. بس لا ممكن تجيبي في حاجات كتيره هتبقى فيها سلكشن الوان اكتر او مشهوره اكتر. كمان هو انا بلاحظ الاي شادوز دي برضو بتقع شويه مفروله. دي كانت من تارت من كولكشن اسمه بي ميرميد، فانا بحب جدا البحر وبحب جدا السمك والحاجات ديت، بس مش ده عشان كده جبتها، يعني جبتها عشان الالوان بس. الكونسيستنسي الاي شادوز مش ناعمه زي ما كنت اتمنى، ف
فهي مش احسن واحده، بس هي دي اللي عندي برضو. جست هختار لون من الالوان اللي هي النيوترالز دول، اللي هم دول كام، 7 اللي فوق مش 7 اللي تحت. هو اللون ده برضو جميل قوي، ده لونه روز موف فاتح كده، هو الوانها جميله جدا وفيها بوث مات وشيمر. وعايزه اقول لكم حتى الالوان ديت انا عمري ما الالوان الزرقاء بتليق عليا، بس اللونين دول بيليقوا عليا وبحطهم كتير. اللون ده تحفه برضو، ده بصوا اللي هو اللون اللي هو في نور يبان موف نور تاني يبان اخضر او ازرق، واللون ده برضو بحبه قوي. هعمل لكم سواتشز بفرجها لكم اكتر، يعني انا مش هقعد اعمل كده الصبح بس. والاخضر، الاخضر مش بيليق عليا قوي عشان انا عينيا بني، مش عارفه يمكن في ناس عينيا بني وبيلي عليها بس مش بيلي على قوي. محتاج كمان بقى ان انت تحطي لون في لون في لون، بس انا مش بعرف اعمل الحاجات دي. فجست هحط تقريبا لون من اللونين دول، انا بصراحه بحب قوي لون الروز ده، سوري لو بعميكم بس هي الاضاءه عماله تعكس على الشباك قدامي. هحط اللون ده، والالوان انا حاساها مش ظاهره قوي، بس هحط اللون الروز ده عشان انا بحبه. دايما بحب انفخ فيه عشان اشيل اي باودرز عشان بدل ما تقع على وشي، بحب احطها كده فور فان. هاخد اللون دوت، حاسه ان ده مش افري داي ميك اب توتوريال. هاخد اللون ده هحطه في الكريس عند العظمه، بدور على العظمه احط نقطتين، ما يكون بحط الناحية التانية بعد كده بمسحها في ظهر ايدي. بعد كده بطمن ان هي فاضية، او لو عندك فرشة تانية احسن برضو كده وسعها. بعد كده بحط الايلاينر، والايلاينر بحطه تقريبا كل يوم، يعني الاي شادو مش بحطه كل يوم بس بحط الايلاينر كل يوم. فجست اول حاجه بعمله ميكسينج كده عشان هو بيبقى ليكويد، فبحسه بيبقى ساعات فاصل خصوصا لو في الاخر. بعد كده بشد جفني كده وباجي عند طرف عيني، وبعد كده برفعه شويه، ما بخليهوش كده عشان ما يبقاش فرعوني. عارفه ان انتوا لو انت عايزه الشكل اللي هو الفرعوني اللي هو كان في فيديو اللي كنت حاطاه في فيديو اللي كنت بشرح فيه ازاي تعملي الحواجب، نزليه شويه بس مش قوي. مهما رفعتيه هيبقى شكلك فرعوني برضو عشان احنا فرعنا، او احنا يعني مصريين فاوريدي عندنا شكل العين ده. فجست بحاول ارفعه على قد ما اقدر، كل ما كنت عايزه يبقى شكلك اللي هو الشكل الاجدد، الايلاينر الاجدد ارفعيه، كل ما كنت عايزه الايلاينر اللي هو الكلاسيك او اللي هو الشكل اللي عايزه تبيني الملامح الفرعونيه اكتر الملامح المصريه اكتر نزليه. جست بحاول ارفعه، ممكن توصلي للعظمه برضو، بحاول اوصل كده. وبعد كده بملا الطرف، يعني الاول بعمل خط كده وبعد كده بملا الطرف بين الجفن والايلاينر. ميزه الايلاينر ده ان هو رفيع فبتقدري تعملي الحركه دي. بعد كده ببتدي اطوله حته حته عشان انا ايدي مش ثابته طبعا، وارفع الطرف على قد ما اقدر عشان يبان ان هو شيك. كمان حاجه انا بحب اعملها ان انا بحب املاه لغايه نص عيني، مش بحب املاه لغايه تحت هنا. لو انت عينيكي ضيقه وبتحسي ان الايلاينر مش بيليق عليكي، حاولي تمليه بس لغايه نص عينك. كل ما قربتي لجوه اكتر كل ما تخشي في الشعر اللي هو الرموش اكتر. بعد كده بجيب البلاش بتاعي، ده البلاش اللي عندي من ده من ماك اسمه Breath of Plum، بحب اللون ده جدا. اللون ده اول ما جبته كنت اصلا جايباه من لونا، وبعد كده الاول كنت جايباه عشان اجربه، كنت فاكره هيبقى غامق جدا عليا وهيبقى شكلي مبطشه، بس بعد كده اكتشفت ان هو من اكتر الالوان اللي حلوه عليا. بحب اعمل احط في مناخيري الاول عشان تبقى شكلها طبيعيه شويه، لو حطيتي في خدودك بس من غير مناخيرك بيبقى
شكل مختلف يعني، بيبان اكتر ان هو بلاش. مناخير بيبان بلاش. حاسه اني نفسي اجيب بلاشز تانية، نفسي اجيب بلاش يكون لونه اورنج شوية. حاسه هيبقى ممكن اغير لون البلاش مع الميك اب يعني، بس انا ده الوحيد اللي عندي دلوقتي. بس لو عندك بلاش اورنج ممكن تستعمليه. بعد كده هحط الشفايف، ناقصني بس الماسكرا. في الشفايف بحب جدا استعمل الليب لاينر. الليب لاينر ده بيفرق جدا في شكلي. لو انت شفايفك رفيعة او حتى لو شفايفك مش رفيعة، الشكل لون دايما دايما الناس بتسأل على لون الروج اللي انا حطاه، وانا بحط حاجتين ليب لاينر. الليب لاينر ده من ميلاني رقم 3. ميلاني كان موجود في مصر، انا اصلا كنت بجيب ميلاني من مصر، كان موجود في صيدلية اعتقد، كانت في دانيج جامع او حاجة، بس لما روحتها بعد كده لقيتها قفلت يعني. بس قولولي في الكومنتس لو ميلاني موجود في مصر، موجود في محلات ايه. هو طبعا دلوقتي الدنيا مقفولة، بس برضو انا عايزة اعرف لو لسه بيتباع في مصر ولا لا، بس هو كان موجود في مصر. المهم ده اللي انا اللون اللي انا بستعمله، هو لونه اللي هو لون النود الحلو ده، اللي هو مش نود قوي لدرجة انك يبقى شكلك ميتة، بس في لون شوية. الدوبلي حلو قوي، اللي هو لونا رقم 29 اللي انا بحبه جدا برضو، هو معايا بس انا هستخدم ده عشان ده اللي بستخدمه دلوقتي. ممكن تظبطيها حسب شكل شفايفك، لو انت شفايفك اللي تحت هما اللي رفيعين املي اللي تحت، لو اللي فوق هما اللي رفيعين املي اللي فوق. بعد كده مش بحس ان هو كفاية لوحده، عشان ممكن يبقى مش عشان هو ناشف طبعا، مش بيبقى اللون سوي. فعادة بحط فوقيه روج، اي روج عندك استخدمي اي روج عندك. اللي انا بستخدمه اللي انتوا كنتوا بتسألوا عليه ده من كلارنس رقم 33 سوفت بلام، ده اللي انتوا سألتوا عليه، وانا نزلت صورته على الانستجرام وسبت يعني مصوره لكم، مصوره اللون مصوره رقمه وكل حاجه لو انتوا عايزين تروحوا تشوفوه. بس بحط حاجه بسيطه، هو ده بصراحه ما بحبوش قوي لان هو زي زبده الكاكاو فبيتمسح. ممكن تستخدمي اي لون عندك، ممكن تستخدمي زبده كاكاو لابيلو، بس انا دلوقتي بستخدم ده عشان كان جالي هديه مع حاجه اشتريتها. بس انا هفرجكم الماسكرا، انا الماسكرا ديت مش جديده، اي حد بيتفرج على الفيديوز بتاعتي من زمان هيبقى عارف ان انا دايما بحب استخدم لوريال برايمر. لازم استخدم برايمر، ما عنديش رموش تقيله، وبستخدم معاه لاش بارادايس. دي تاني مره اشتري الماسكرا ديت، وانا بحبها جدا، بتطول شفايف جدا، وانا بقول لكم انا شفايفي اصلا مش تقيله ديت. او لوريال اللي هي فوليوم مليون الذهبي، برضو حلوه. استخدمي الماسكرا اللي عندك. عارفه معظم البنات ما عندهمش مشكله ان شفايف ان سوري ان حواجبهم رف... حواجبهم رموشهم رفيعه، انا بس اللي عندي المشكله دي تقريبا. بس لو عندك المشكله ديت برايمر بيفرق جدا، وكمان الماسكرا ديت حلوه. بس انا بعد ما اخلص عايزه اجرب حاجه تانية، عشان حاسه ان انا ظلمت نفسي، كنت ممكن اجرب حاجه تانية. طبعا الماسكرا خلت الشكل اشيك شويه، بس مدي شويه على تو ماتش في رايي يعني. بس بتختلف، في ايام ببقى عايزه احط ميك اب، في ايام بنزل ببقى يعني مش لاحقه احط ميك اب، جست ممكن يدوبك الشفايف بس، عشان اي لاينر ساعات بيبقى محتاج تركيز. بس هو ده الميك اب بتاعي بتاع كل يوم، زي ما بقول لكم مش كله، بس التوب بتاعي. مش عارفه الناس ساعات بتسال على الحاجات دي وانا عمري ما بعلق عليها، بحس بالذنب. التوب بتاعي ده كان من مانجو، كان الشتا مش اللي فات، اللي قبله تقريبا، اللي هو الشتا كان من مانجو من سيتي ستارز، هو كان سات، فقلت اقول لكم بس الموضوع دوت. وبس اتمنى اكون قلت كل حاجه. بس وهم بعمل لكم ريفيوز على الحاجات الجديده اللي كنت جبتها على الانستجرام، فما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام لو انتوا حابين. ميرناز ميك اب اوفيشال، والانستجرام دلوقتي انا عاملاه مفتوح، فتقدروا يعني هتبقوا عارفين ان ده انا. بس انا مبسوطه جدا عملت الفيديو ده، واتمنى تكونوا مستمتعين بالربيع وبالجو بقى حلو، واشوفكم ان شاء الله قريب في الفيديو الجاي.